هل يجوز وصف كلام ربنا بوصف القديم؟ من حيث المعنى، من حيث العموم، من حيث العموم نعم، كلام الله قديم بمعنى أنه لا بداية له، بمعنى أنه لا بداية له، من حيث العموم والنوع، يقال قديم النوع بمعنى أنه لا بداية لكلام الله عز وجل، كما أنه لا بداية لذاته فلا بداية لصفاته، ومنها الكلام. نعم.